على كل واحد هتدعي هتاخد 20 جنيه. اهلا بيكم في فيديو جديد، تطبيق جديد للربح من الانترنت. والتطبيق ده على النهارده هو تطبيق مزادات، والتطبيق ده اتشهر بعد الفترة بتاعت كورونا، لان اي حد كان شاري حاجة بيستخدمها اثناء القعدة في البيت بدأ ان هو يبيعها. وحتى بعيدا عن كورونا حاليا، انت لو اشتريت موبايل مثلا فمستعمل وكده، فبتبدأ ان انت تعرضه على الموقع وتبيعه. الموقع دي شغلانته الرئيسية، ولكن في حاجة كده جوه بيقولك لما تدعي واحد جوه التطبيق او على كل واحد هتدعي هتاخد 20 جنيه. هنتكلم عن الموضوع ده دلوقتي، ولكن قبل القصة دي كلها انزل صلى على النبي في الكومنتات، دوس لايك للفيديو، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات. الفيسبوك، التيك توك، الانستجرام، الحاجات دي كلها تحت الفيديو. دلوقتي نقول يلا بينا. اول حاجة لينك التطبيق تحت الفيديو، تمام؟ اول ما تدوس على اللينك هيفتح معاك صفحة الموقع على جوجل، هتكون دي الواجهة بتاعته. بيقول لك ادخل رقم الموبايل وطبعا كود الدعوة بتاعي يعني اللي هو تحت ده، فانت هتدوس على المربع اللي تحت ده تعمل نسخ للكود، ما تكتبش رقم موبايلك، تمام؟ وتنزل لتحت كده هتلاقي عندك جوجل واب ستور. لو انت معاك ايفون فطبعا اب ستور، لو انت اندرويد، سامسونج، اي موبايل، اوبو، هونر، اي حاجه، فهتدوس على جوجل بلاي، هتدوس عليها وهتحمل التطبيق. بعد ما تحمل التطبيق هتكون دي الواجهه قدامك، بيقول لك عربي ولا انجليزي، فهتقول له عربي. بعد كده هيقول لك رقم الموبايل، تكتب اسم المستخدم اللي هو اليوزر نيم، اسمك ومعاك كام رقم كده او حاجه، الباسورد بيقول لك يكون كلمه المرور 8 ارقام يعني وفيها احرف، تمام؟ وكود الدعوه اللي انت نسخته او اللي ظهر دوت او هتلاقيه في صندوق الوصف تقريبا يعني، فهتحطه هنا، تمام؟ وتعمل انضم الان. ملحوظه، لما تكتب رقم موبايلك هتلاقي كلمه تحقق ديت ظهرت، فهتدوس عليها هيجي لك كود، هتكتب الكود وبكده تكون انت اكتفت رقم موبايلك. ونفس الموضوع بعد كده لما تكتب اسمك، الصفحه اللي بعديها يعني، البريد الالكتروني، تاريخ الميلاد. لما تكتب البريد الالكتروني اعمل برضو نفس الموضوع، دوس على كلمه تحقق ديت، هتلاقي في رساله جات لك على الجيميل، هتجيب الرقم او الكود اللي جاي لك وتكتبه هنا. بعد كده هتلاقي تحت يقول لك امراه او رجل وصوره الحساب اللي هي اي حاجه من تحت دول. وبعد كده تقول له تاكيد، هيقول لك شكرا لك، فهتقول له تمام. هيبدأ ان هو ياخد اذونات زي الموقع وكده، فهتقول له تمام. هتيجي في الواجهه الرئيسيه كده، تمام، هتلاقيه بيقول لك 20 جنيه في محفظتك عن كل صديق تدعوه فوق كده بالاصفر، فهتدوس على كون بدعوه شخص، تمام. هتفتح معاك الواجهه ديت، بيقول لك ادعوا الاهل والاصدقاء لينضموا الى مزادات، 20 جنيه في محفظتك عن كل صديق تدعوه. طبعا بيقول لك انت توتال يعني اجمالا ليك 15 دعوه بس كده، لا انت لو عديت ال 15 طبعا هترجع 15 تانيين وهكذا. لما تنزل تحت هيكون فيه باركود، ده طبعا بمجرد ان هو يقراه هيفتح معاه او هيحمل معاه التطبيق، وطبعا الكود بتاعك تحت. لما تنزل تحت خالص بقى بيقول لك ارسل رابط دعوه، لما تدوس على ارسل رابط دعوه ديت، تمام، هيبدا ان هو ينسخ او تنسخ الكود دوت او تبعته على الواتساب، فيسبوك، تليجرام، اي حاجه يعني، تمام. بمجرد صديقك لما يدوس على اللينك اللي انت بعته له هتفتح معاه واجهه زي اللي ظهرت لنا في الاول، بيقول لك اكتب رقم موبايل. هو ممكن يسجل عادي من الموقع، ولكن انا افضل التطبيق عشان تقدر تشتغل عليه بعد كده حتى، تمام. بالنسبه لسحب الرصيد، انا دخلت عشان اجرب بقى اسحب وكده، دعيت واحد، تمام، وجالي 20 جنيه، ده جميل جدا، فقلت اسحبهم. لقيت ان هو بيقول لك عشان تسحب ما ينفعش ان انت تسحب مثلا فودافون او رصيد او كده، ده الحاجه السلبيه. ولكن برضو هو بيقول لك انت لو عايز تسحب فلوس فبتروح الفرع بتاعهم اللي في مدينه نصر، هو وطبعا هو معلم لك مكانه وقايل لك مكانه فين في على التطبيق، تقدر تروح الفرع وتسحب المبلغ اللي انت طلبت سحبه. هي دي حاجه برضو ايجابيه وسلبيه. سلبيه، انا مثلا من الشرقيه من محافظه ثانيه، فايه اللي يوديني القاهره عشان خاطر مبلغ ممكن ما يكونش كبير جدا. ايجابيه، فهو ده فرع ليهم ومكان يعني معامله فيس تو فيس، ف
انت لو تقدر او انت عايش في القاهرة او قريب من القاهرة وقدرت تجمع مبلغ من التطبيق تقدر تروح تسحبه من مدينة نصر زي ما هو قايل لك، او لو انت تعرف حد هناك طبعا في مدينة نصر تمام، فهتخليه يسجل على التطبيق وتكتب اليوزر بتاعه وتخليه هو اللي يسحب بالنيابة عنك. كل اللي انت بتعمله بتحجز ميعاد في توقيت معين وبتروح الفرع، او الشخص اللي انت موكله بالنيابة عنك هيروح فرع ويسحب. يا صديقي ده تطبيق مزادات، واي تطبيق انا شايف ان انت ممكن تجمع منه فلوس ولو بسيطة من غير ما تدفع او من غير ما يكون فيها مخاطرة، بكل تأكيد بتلاقيني بطلع بقولك اشتغل على التطبيق ده. انا لحد الان معيش اثبات سحب من التطبيق، او انا ما سحبتش لان انا لسه ما وصلتش لمرحله ان انا اسحب، ولكن ان شاء الله لو قدرت ان انا اجمع مبلغ ان شاء الله وعرفنا نسحبه او نشوف الموضوع، فهكمل معاكم في جزء تاني من التطبيق. بس كده يا صاحبي ده التطبيق، اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبك. انت بقى لو بتدور على اي حاجه او عندك سؤال في اي حاجه سيبها لنا تحت في الكومنتات، ان شاء الله هنرد عليك في فيديو. بس كده واشوفك في فيديو تاني. سلام.